أهلا بكم. في هذا الفيديو سنشرح ميزة التحقق بخطوتين، حيث تعتبر هذه الميزة هي أهم خطوة لإضافة حماية إلى وسائل التواصل، وأيضا تعتبر صمام الأمان في حال كانت نوايا اختراق. أولا سنبدأ بالواتساب، نذهب إلى الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق بخطوتين، نفعل الخيار تمكين، نكتب الرمز السري مكون من 6 أرقام ثم نؤكد الرمز، نضيف البريد الإلكتروني لاسترداد الرمز ثم نؤكد البريد الإلكتروني. مبروك، تم إنشاء التحقق بخطوتين. أما فيما يخص التليجرام، نذهب إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم التحقق بخطوتين، ثم نضغط على تعيين كلمة المرور، نكتب كلمة المرور، نكتب تلميح يذكرنا بكلمة المرور، ثم نكتب البريد الإلكتروني لاسترداد كلمة المرور، ومن ثم نكتب الرمز الذي سيتم إرساله إلى البريد الإلكتروني. ثم مبروك، تم إضافة ميزة التحقق بخطوتين. أما فيما يخص الفيسبوك، نذهب إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات، ثم نذهب إلى الأمان وتسجيل الدخول، ثم نختار المصادقة الثنائية، نحدد طريقة رسالة نصية SMS، ثم نختار رقم الهاتف المربوط بحساب الفيسبوك، ثم متابعة، نكتب الرمز الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف برسالة نصية، ثم نضغط على تم. مبروك، المصادقة الثنائية تم تفعيلها بنجاح.